السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدة قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور. كيف ما كتشوفوا مشاهدة قناة شوف تي في، في هذه اللحظات مجموعة من العمال كيحتجوا أمام هذا المعمل ديال التصبير بمدينة أزمور، كيحتجوا لحقاش جراو عليهم في الزمن ديال كورونا، وكيطالبوا بالمستحقات ديالهم وكيطالبوا بالإنصاف ديالهم ويرجعوا يخدموا من طبيعة الحال. مشاهدة قناة شوف تي في، غادي نعطيو الكلمة لواحد من العمال اللي غادي يزيد يقربنا من المشاكل والمعاناة وشنو واقع عليهم بالضبط. اجي اجي عفاك، اجينا جان عبد الله يجري. اللي قلتو الهضره اللي قلتي شنو واقع؟ السلام عليكم، انا الاسم ديالي عبد الكبير بوسماحه. حنا ملي كنا في الاحتجاجات ديالنا، زا السيد موالد البشريه وزا السيد المندوب، السيد المندوب وسيد الناس المسؤولين وسيد الباشا الله يجازيه، اتفقنا باش يعطينا الحق ديالنا في جدوبي والامور ديالنا صايبت. ولكن حاجه واحده اللي خطاوا فيها الناس عندها اقدميه ودايرين لنا موسميين، والناس عندها الاقدميه، علاش ناخذوا موسميين وعندنا لي بوردولو في الضمان الاجتماعي؟ عندنا كنخدموا على طول السنه، هما كيقولوا لنا انتم موسميين، ميمكنش ياخذوا لنا حقنا هذا ويقولوا لنا موسميين. ورغم ذلك خلينا المبنى يدوز وسنينا قلنا الناس تسمع شويه، بدينا خدامين ودار معنا اتفاقيه على اساس نخدموا سيمانه على سيمانه، والناس اللي كانوا ما كانوش الاضراب هما اللي خلاهم خدامين عاديين، واتفقوا بانهم غيبركوا واحد المده، فاذا بنا كنتفاجئوا وكل شيء كيريح. ريحنا كادين، علاش ما علاش؟ قال لك اسيدي غندير الصيانه. حتى دخلنا في الحوار، ما خلينا ما درنا الرسائل، ما جابش الله. مشينا عند السيد الباشا، دخلنا عنده تكلمنا معاه، ما جابش الله. صيفطنا ثاني رساله لهم هنا له القضائد، وان الناس ديال ازمور ما كاينش عن قضائد اللي بغى يجي لينا، حابسين علينا الدنيا، دايرين النفوذ ديالهم كما باغين. من جاب لنا السيد، من جا من جديده مسكين وصلها الرساله، باغاهم ديجا واحد السيمانه قبل البوناني. مشينا درنا ثاني اجتماع عاوتاني، جاتهم عيط عليهم السيد الباشا قال لهم غاتجيو تحاوروا معنا. جينا تحاوروا معاهم ثاني، قلنا بقينا غاديين يلاه يلاه باش يعطونا واحد المبلغ، يعني واخا الصيانه كاينه احنا معاها والناس غيضروا، وكيتمناوا من هذه المده ما طولش واحد المده طويله، وبغينا دفعات ماليه. من جينا كنتفاجئوا بالسيد مسؤول كيرفع الهاتف ديالو كيقول لي راه حنا يلاه خلصناهم، حنا يلاه 10000 ريال، حنا ما صايبين ما ناكلوا، حشومة 10000 ريال شحال شدينا فيها؟ يلا خدمنا فيها 15 يوم حشومة، راه اش غنديروا بها؟ وليداتنا باش غنقروهم؟ هما كيقروا ولادهم في أرفع المدن.
المدارس، ارفع المدارس، وليداتنا تشردوا لينا ما عندهم ياكلوا، انا براسي ما خليت ولادهم ياكلوا، من هذاك الوقيت شحال دابا راه 6 شهور دابا، هما كيماطلوا فينا، من خدينا حقنا، من خدينا حقنا، ولي يقول لكم اللي مول ما كاينش، راه ما يمكنش عباد الله وحنا ما بغيناش ناخذوا فلوسنا، نطعنوا ناخذوا عامين ولا ثلاثة راه مازال كتسالوا رزقنا، لا حياد ما كانش راه عيبة حشومة، وعار حنا في دولة، الحق والقانون، وسيدنا الله ينصرو عزيز عليه الشعب ديالو، وما كيبغيش الشعب ديالو تبهدل، ولكن هاد الناس ما كيبغوش يعطونا حقنا، فلما كنديروا حوارات مع هاد الناس، ما كاينش اللي كيبغي يتسلط لينا، زاد لنا البيبان، وكيقول لكم لا وكيستغلوا العقول ديالنا، مدينة صغيرة حنا ما فيهاش شركات، راه حشومة، حنا وليدات مولاي بشعيب، استغلونا، حنا كيقولوا هاد الأرض فيها بوالا، ولكن حنا معنا الله سبحانه وتعالى وغنتصروا، عاش الملك، عاش الملك، وكنتمناو من السيد العامري يكون حاضر معنا هنا، كنشكروا السيد الباشا جزيل الشكر. عاش الملك والتضامن اللي بغينا يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون بالوحدة والتضامن اللي بغينا يكون يكون. قرب ميكرو مزيان. السلام عليكم، حنا كنتفاجئوا باننا كنجيو نبغيو كنجيو كنبغيو نخدموا واحد الدار معنا، كانت نهار 14/12 قالوا كاين سيانة، عطاونا واجعه بان سيانة، المهم انتم دايرين معنا اتفاق باننا غنبقاو خدامين سيمانه بسيمانه، كي تيجي الليمون كان تفاجئ يقول لك لا كاينه الصيانه، قلنا لهم مرحبا غادي نديروا صيانه، اي مرحبا امتى غندخلوا لك نهار 1/1/2021، ملي كنجيو نهار 1/1/2021 نورمال ما كاينش خدمه، جينا نهار 2 اللي فات اثنين قال لك لا باقي ما كاينش الماده الخام، الماده الخام ما كايناش، ايش من الماده الخام الله اعلم بقى ما كايناش، هاد العام ما كاينش عندنا ما كاين لك ليون ما كاينش ليمون، نورمالمون عندنا في شهر واحد كيدخل نورمالمون 24 شهر 12 كيدخل ليمون ما دخلش، كي قال لك ما كاينش هاد العام ما كاينش ما عندناش كليان، في زمن كورونا كيوقع علينا حنا هادشي، قال لك لا ما كاينش، قال لك غادي غادي ما سيرو بغيتو سلف سيرو تيجي الماده الخام، علاش نعطيكم سلف الماده الخام امتى غتكون؟ تيجي الفريز ولا ما تخدمش فريز، تيجي المشماش ولا ما تخدمش مشماش كاع، نبركو حتى العام 2022 واشي هادشي بزاف والله الا بزاف بزاف هادشي بزاف، وراه مني ولينا حنا خدنا مني طالبنا بالقانون ديالنا وحقنا نطالبنا به، اللي فارضه الدوله السميك اللي فارضه الدوله قال لك هاد العام ما كاينش الليمون، خدنا حنا حقنا علاش بقى الليمون ما كاينش، خدنا السالار ديالنا ما والسلام ما بقاوش باغيين، لقيت راه حنا خدامين السلام عليكم، رضوان المحفودي من مدينة أزمور، كنطلب من جلالة الملك الله يرحم ليه الوالدين يجي يشوف من حالنا، والسيد العامل علاش حيت كاينه واحد المكزارة في هذا المعمل هنا ديال مدينة أزمور، عطاونا حقنا قدام السيد الباشا، عطاونا حقنا حتى كنتفاجئوا بواحد شي حاجة أخرى، هذاك الشيء عشوائي ما نقدرش نقولوا أنا في المباشر، حيت هذاك الشيء اللي كيديروه هما، كنطلب من جلالة الملك والسيد العامل الله يرحم لك الوالدين يجي يشوف من حالنا، حيت هاد الناس راه تحدوا علينا بزاف، ما بقينا حتى من ناكلوا، أقسم بالله أنا مريض بالقلب دابا كنعاني من المعاناة ديال القلب، خاصني مصاريف ديال القلب، ومعروفة مصاريف ديال القلب شنا هي في المغرب، يعني خاصك فلوس كثيرة، أقسم بالله يا العظيم حتى الناس قالوا لنا حقنا، أقسم بالله يا العظيم الله ياخذ فيهم الحق، حاشا واش هاد الناس مسلمين. حاشا هاد الناس مسلمين، كانوا مسلمين والله غيعطيونا حقنا، ولكن حاشا هاد الناس واش مسلمين، كنطالبوا يعطونا حقنا، باغين حقنا احسن وسيله يعطونا حقنا، علاش حيت حنا عانينا بزاف، عانينا تمار اول حاجه هذاك الشيء قلنا ولا من الماضي، ما صايبوا لنا الحقوق ديالنا، قال لنا درنا مع هذاك الشيء من الماضي، صافي حنا ضربنا تمار من الماضي، غنبداو معاك من 2021، حتى كنتفاجئوا لا غتبركوا، علاش غنبركوا؟ وتبديتي معنا صفحة جديدة من نهار 11 في شهر 11 قلتي لنا نتوما هاد الناس غنبدا معاكم صفحة جديدة تيجي الليمون وتبقاو خدامين حاليا الناس باقا خدامة حاليا هذوك مرسمين وحنا دارين سيزولي دارين سيزولي حنا كاع ما سيزولي مرسمين بحالنا بحال هذوك الناس ودارين حنا سيزولي علاش حيت هما القانون ديالهم هما هذا الشيء علاش هذا القانون ديالهم هما حد الدولة حد الدولة عاطيانا ما كاينش سيزولي حد السيد المندوب مشى معاه في التيجي اقسم بالله عيال العظيم حتى الناس خويا واكلين لنا حقنا كنطلب من السيد القروش يجي يشوف من تدخل في اقرب وقت لا كنتي في العمل ديالك قم بالعمل ديالك احنا مواطنين المغاربه وشكرا السلام عليكم انا خويا كنت نطالع بهاد الناس قيت عندهم انايا فيش جوب اللي عطوني انا بعدا دار معاهم 5 سنين عطوني ديال 2019
عاود ملي دخلت جيت دويت معاهم عاد باش حطوا لي 2017 بزز باش حطوا لي 2017 ودابا لحد الان دابا ريحونا ما عندنا تمن ناكلو. علاش نجي نتفاجئ قال لك حكا راه غنصايبوا الوزين واش الوزين اللي غيتصايب باقي نشوف حنا اللي كيبقاو خدامين. قال لك غيطلع كلشي غيطلع كلشي غيطلع ملي نجي نشوفوا قاين الناس باقي خدامين. قال لك علاش حتى هما درتوا الاضراب اللي داروا الاضراب غيطلعوا. ودابا ملي كيجي طالع دابا شحال خدام خدمت 10 ايام 10 ايام خدت فيها 10000 الاضراب كطلبوا الحقوق ديالكم. اه كنطالبوا في الحقوق ديالنا. عطانا السيد الباشا الله يجازيه بخير وقف معنا عطانا حقوق ديالنا خدناها ما نكذبوش خدنا حقوق ديالنا. وملي كنطالبوا ملي خدنا حقوق ديالنا دابا علاش حملي خدي حقوق ديالك. قال لك حق الليمون ما كاينش. ملي جينا نشوفوا دابا حنا المول في دار معنا في شهر واحد في شهر واحد فيه واحد في جوبي دابا لحد الان اللي جبتو لك دابا وشتيه راه ما مزور باين باين اللي شافوه غيقول لك هذا راه مزور باين مزور. ودابا لحد الان دابا كنطالبوا حنا ما بغينا من ناكلو بغينا ما عندنا حتى من ناكلو دابا هاد الناس دابا الله يجيك اللي كيدوي معاك يقول لك اه ودابا لحد الان الباب مسدود دابا وسادين علينا. السلام عليكم هشام جوحه. هاد الناس اخويا عاطينا وعود كاذبه حنا بلا ما نبقاو نبداو من الاول الهضره كامله قالوا الاصدقاء ديولي. هاد الناس عاطينا وعود كاذبه من خلال الرينيو الثاني اللي وقع مع سيد الباشا قالوا لنا حدوا لنا المده ديال الماده الخام حنا ما بغيناش نستنيو عليها جديده. تجينا الرينيو الثاني عند الباشا حدوا لنا المده حيدوك الماده الخام قال لك 15/1 غيجي الليمون. تنتفاجئوا اليوم ملي هودنا عند السي زكريا داير معنا اليوم تيقول لك الليمون ما جايش بصفه نهائيه. وبين سيد سي زكريا من الليمون ما جايش. حنا باغيين المستحقات ديالنا. حنا اول حاجه ملي سنينا معاكم هاد السيد الباشا فسميتو اول حاجه ما عطيتوناش الكونجي. جيتو خدمتونا سيمانه بسيمانه درتو بخاطر السيد سميتو ما نسيت المندوب معاهم 70% تمشيو نهضروا تمشيو عند السيد المندوب ما تيعطيناش فين الهضره ما تيعطيناش يقول الهضره اللي بغاو هما تيكتب في المحضر اللي بغاو هما. حنا شي تنطالب فيه وزير الشغل وما سيد الباشا وكسيس الباشا الله يجازيه بخير دار معنا جميع الاجراءات اللازمه اللي خاصها تكون دار لنا واحد التنسيق معاهم وصلنا للحل. وني هاد الناس عاطينا وعود كاذبه هاك الحلول اللي كانوا دايرين معنا في المحضر على سيد الباشا ما وفوش فيها. هادشي اللي بغيت نعرف انا سيد المدير الموارد البشريه تيقول لك انا ما نخدمكم سيمانه بسيمانه تيجي الليمون ماشي غنخدمكم جوج سيمانات وغنحبسكم حتى تجي الماده الخام. غندير لكم واحد رابور غنقول لك فيه عندي انا الاصلاح. حنا واقفين مع الاصلاح حنا ماشي ضد الاصلاح. واني ضد الاصلاح حنا بغينا نعرفوا شحال نتوقفوا ولا كانت شركه في الاصلاح غتعطينا واحد نصف الاجر. حنا غيحوا حتى 3 شهور حنا هاد الليمون ما يجيش يعطونا المستحقات ديالنا اللي خاصنا ناخذوا. حنا ماشي باغيين سلاف ولا شنو حنا باغيين شي حاجه للمستحقات ديالنا. حنا ما بهذا المصطلح ما نسعوا حتى شي واحد. حنا باغيين شي حاجه اللي من حقنا. حنا عندنا الاقدميه ولا الكونجي سنينا معاهم محضر قال لك تاخذ الكونجيه ديالك وتاخذ الفيش دوبي. خدينا الفيش دوبي في الاقدميه اول حاجه. ثاني حاجه الكونجي فينا هو الكونجي ما عطاوش لينا. حنا سميتو تناشد صاحب الجلاله ووزير الشغل يدخل في هذا الشيء. شي اذا مشاهده قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا مجموعه من العمال مازال محتجين مازال معتصمين في هذا المكان وكيطالبوا المستحقات ديالهم وكيطالبوا الناس المسؤولين انهم ينصفوهم من طبيعه الحال. فمشاهده قناه شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء. السلام عليكم.